السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم يا شباب في الحلقه رقم 31 من لعبه اساسن كريد اوديسي. لو تشوفون ما نبدا تضغطوا زر سبسكرايب وخلونا نكمل يا شباب. بسم الله. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين انا بالليفل 35. الحلقه الماضيه يا شباب كنت بالليفل على ما اعتقد 33، فصراحه يا شباب كان لازم ارفع نفسي درجتين عشان صراحه يا شباب اكون صريح معاكم، اللي هو ذا دراكون صراحة كان مرة قوي. يعني انتم شايفين المهمة ذي مهمة الغازي، لازم اغتال 4 من الابطال. انا الى الان قتلت 2 او باقي 2، هذا صراحة شو ما جربته الى الان، بس ان شاء الله مو بذيك الصعوبة. بينما ذا دروكو صراحة يعني باين عليه مرة قوي، واجهته اكثر من مرة صراحة يا شباب كلها قتلني فيها. بس لكن انا ذحين يعني ما عمري واجهته بليفل 35، فان شاء الله بليفل 35 يا شباب راح اقدر عليه ان شاء الله. وباذن الله قتلنا ذا واللي بعده ذا خلاص ان شاء الله مهمة الغازي راح نكملها. طيب يا شباب، انت كمان عندي نقطة واحدة من نقاط المهارات. فعندي هنا اكثر من مهارة، فصراحة يا شباب هذه المهارة شايفينها هدية حقت ار1 ار2 من اكثر المهارات صراحة اللي استفدت منها، فراح افتحها على الليفل الثالث. اوكي الحمد لله كذا تمام ان شاء الله يا شباب دحين راح نقدر عليه. فصراحة يا شباب انا يعني بالحلقة الماضية كنت ابغى اروح له، يعني عارفين كيف. بس لكن لما قربت منه يا شباب كان فوق راسه زي الجمجمة، اللي هو ذا الليفل 38 كان جمجمة، تحط لك جمجمة معناته خلاص احلم تقتله. بينما ال 38 ان شاء الله راح اقدر عليه، ان شاء الله ما راح يكون ذيك الصعوبة. وانا بالليفل 35، فان شاء الله يا شباب دحين راح اقدر عليه. هو لسات وراح يكون صعب، بس لكن حيكون اقل صعوبة ان شاء الله، وباذن الله راح نقدر عليه. اوكي، خلونا نجي من وراه. اطعنيه، يا سلام عليك. هي 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 دي. اوكي، شايفين ضربته ذي؟ ضربته ذي جات فيك خلاص. والله يا شباب مره مشكله لو جات فيك هذه الضربه. ويلك ويلك ويلك. اوكي، واخر عنه. اوكي، الحمد لله. خلينا نديله من الضربة دي. الله حرمنا منها ابن الذين. اوكي، فلتنا منه الحمد لله. الضربة، يا سلام عليك دي. اوكي يا شباب، اوكي الى الان احنا الحمد لله بالسليم. انه عصب بس ان شاء الله راح نقدر عليه. نديله النطحة دي حقت الثور، يا سلام عليك. اوكي، وخرنا عنه الحمد لله. السيف حقنا حميناه، تعال ابن الذين. هو حمى السيف حقه كمان، يا لطيف. اوكي، احنا الى الان افضل الحمد لله. يا ابن الذين وخر، ويلك. اوكي، ضربه، الله عليك تمام، يا سلام عليك. الى الان الحمد لله بالسليم. احنا زي ما انتم شايفين يا شباب كم ضربه بس بقيله وننهيه ابن الذين. الله مرة ما هو سهل. شوف النار حقته كيف الدامج اللي سوته مرة كبير. فممكن هو يا شباب يعني كذا بضربتين على طول راح يقتلك. لطيف، هذا لو جات فينا مصيبة. يا لطيف، يخرب بيتك يا شيخ انك متعافي. فرصتك كذا حيل، يا سلام لو نديله من الضربة ذيك يا شباب راح ننهيه على طول. يلا، بس كم ضربة. يا سلام فلتنا عنها. اوكي، الضربة والله قاعد اقول لك سوي له الضربة حقتنا دي، يا سلام عليك تمام، الله عليك تمام. اوكي، خليني اعالج نفسي خلاص. قتلينك مرة، لا تحمي شيء، قتلينك خلاص. كم ضربة بس يا ابن الذين، ويل وخري. الحمد لله ما جات فينا نهيه. حلو، قتلناك ابن الذين. والله صراحة يا شباب من أقوى الخصوم اللي واجهتهم. أوكي الحمد لله، دحين إلى الآن قتلنا 3. بقي لنا بس يا شباب واحد بس، وإن شاء الله راح نختم المهمة. أوكي بقي لنا آخر واحد ذا، إن شاء الله راح يكون أسهل من اللي قبله. اوكي شباب، يقول لي اعثر على نيسايا واغتالها.
مدمنها حرمة صراحة يا شباب. صراحة الحريم داعم للشباب يعني باللعبة ذي، لما تواجههم لما تكون الأساس يعني واحدة حرمة صراحة داعم تكون جدا جامدة. فهذا على أساس إنها يعني حرمة، فإن شاء الله راح نقدر عليها. أوكي خلونا نحددها. هذه كأنه معاها حيوانات يا شباب، زي ما انتم شايفين هذه حيوانات. صدقوني يا شباب مع الحيوانات ذي. اوكي ذئب، بنت الذين محاطة بذئاب مرة كثير. يا لطيف الطف. اوكي بدي منها هي بغابة، صدقوني يا شباب ممكن يعني مو اكيد انها حقت حيوانات. اوكي فينك بنت الذين، ليه تبون نحط الصقر مرة ثانية؟ ايوه هذه هي يا ناس، فين تبغوني اطول لها؟ يا لطيف، شايفين الدب اللي معاها؟ هي نايمة، هي نايمة يا شباب. ساكن الدب حقه، خلونا نشوف لو بدي له طعنة من ورا راح تنقص كثير. يا سلام، يصير ايش؟ يصير نقفالة هي يا شباب. خلاص الدب وقتلنا، هيا تعالي انا وانتي بس اديها. يا سلام عليكي، وخري وخري. يا سلام لا الدام اللي سويناها الى الان، الحمد لله يا شباب مره كبير. شايفين النار صارت تسوي دمج مره كبير الحمد لله. اوكي لا هذا راح نقدر عليها ان شاء الله وبسهوله باذن الله. قربي قربي قربي، احنا خلاص قتلنا الدب حقه الحمد لله، ارتحنا منه. المره راح يضايقنا ما هي الحالة هذا حين، صدقني صدقوني يا شباب ما راح تكون بذيك الصعوبة ان شاء الله. اوكي اوكي كم ضربة بس. يا سلام عليك ادي بيها. اوكي اوكي خلوني احمل السيف حقي، خلوني. النار صار لما اولعها واضربهم فيها مرة تسوي لهم دمج كبير. اوكي اوكي خلوني اعالج نفسي، شوف افضل. ويلك وخري وخري وخري، تعالي 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 بتموت ان شاء الله بتموتي. اوكي اوكي لازم انتبه، الحمد لله فلت منها ذي. اوكي اوكي اديها الضربة الطيبة ذي. يا سلام عليك يا دبناها تأديب. اوكي خلنا ناخذ الاشياء اللي معاها. طيب الحين قتلنا اربعة، خلاص قتلناهم كلهم. ايش يبغى ذا؟ قتلناهم كلهم يا شباب. فاعتقد دحين نرجع لهذاك اللي جبنا المهمة ونديله العلم زي ما انتم شايفين يا شباب، يقولوا لي يعني ارجع له. خلونا نرجع له ونقول له ان انا يعني قتلناهم كلهم. اوكي باين انه هنا يا شباب اللي نكلمه. خلونا ننزل نشوف ايش عنده دحين. You're back. The Chitwith. You should be dead. You seem disappointed. The gods are punishing me. They're not punishing you. They're helping you. Why do you think I'm here? The gods must hate me if our paths keep crossing. From what I've seen, you needed a divine intervention. I don't have time for this. Sparta must take this region now. While we have the chance. Let's get this over with. I couldn't agree more. The sooner I'm rid of you, the better. اوكي باين شباب الحين عندنا حرب. الحرب صراحة لازم تركز على أقوى شيء، عشان يعني لا إذا ركزت على أقوى شيء يعني من الأعداء فأنا أبغى القائد حقهم يعني تقريبا يعني شباب ينقص العداد حقهم ذا بشكل أكبر. يا سلام تعال أنت. يا سلام عليك، تمام كمان كمان كملي عليه. يا سلام قتلناه. أوكي أوكي قائد ثاني. على ابن الذين. أوكي 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 خلينا نركز عليه ذا. فين ولا ليش رد؟ ابن الذين ذا ايش يبغى؟ والله ضيعته يا شباب ما ادري فين. اوكي اوكي هذا هو. يا سلام عليك تمام. اوكي اوكي قريب يموت قريب يموت.
يا ابن الذين، هذا قريب يموت، فينه؟ اوكي ان شاء الله انه مات. اوكي في قائد هناك، نحمي السيف حقي. يا سلام عليك، تمام. اوكي خلينا ناخذ الدرع حقه. يا سلام عليك، كم ضربة بس. يا سلام فلتنا منه. كيف كدي الضربة دي؟ اوكي لازم ادور القائد الثاني يا شباب. تعال انت تعال. اوكي في عندنا قائد ثاني هنا، بس خلوني بالبداية اخلص من ذا. اوكي احنا الى الان افضل. طيب اقتل النقيب. اوكي ان شاء الله باين عليه، مو مرة صعب، ان شاء الله راح نقدر عليه. كم الليفل؟ تعال ابن الذين تعال. اوكي خلنا ناخذ درع ولا لسه ما جات المهارة. يا ابن الذين. اوكي دحين بدنا ناخذ الدرع. يا سلام ادي. اوكي جنودي فينهم؟ يجي يخشوا معايا. اوكي خلوني اعالج نفسي يا لطيف، ما انتبهت انا. يا الله. اوكي تعال لا تشرد. يا سلام خرب بيت ابوكم. ايوه تمام معلش نفسي. يا الله الجنود ذول هم مزعجين اللي معاها. يا لطيف اخري والله لازم اعالج نفسي بسرع وقت. اوكي ما اعالج نفسي دحين. مشكلة اثنين ذولي ليه معاها؟ الحالة اقتلها بسرعة كمان. والله وخرت، والله وخرت عنها. يا لطيف لازم اعالج نفسي، لازم اعالج نفسي. هنا هنا هنا. وخري عنها. يا سلام عليك. اوكي ضربة. سلام تمام. اوكي كمان. اوكي واخري خليني اعالج نفسي. واخري يا سلام عليكي. اوكي السيف لما يكون بالنار صار يسوي دامج مره كبير. يا سلام وخرت عنها. اوكي اديها الضربه دي تمام. انهيها بس. كم ضربه الحمد لله قتلناها. اوكي تعال انت هو تعال. اوكي فلتني من ضربة الحمد لله. تعال انت تعال احلالك تعال. اوكي اللهم تقريبا يا شباب افضل مننا الى الان. اني قتلت القائد حقهم. وخر عني انا ابغى ذاك تعال. اديه حلو. اوكي كم ضربة بس. خلينا ناخذ درعه. يا لطيف يا ذا جاسو ولا دامج كبير. اوكي كم ضربة بس ذا. يا سلام عليك قتلناه. اوكي كم واحد بس كمان نقتل ان شاء الله راح ننهيهم. اوكي خلينا ندير الضربة حقتنا الجامدة ذي. جاء نقيب جديد هو ولا ايه؟ هذا باقي له ضربة بس. موت يا ابن الذين موت. اوكي الى الان افضل. نقيب جديد ليه؟ اوكي هذا مو مرة صعب. خليني بس اخذ درع اول شيء. يا لطيف احنا قريب نخسر. اوكي الحمد لله احنا الى الان تقريبا متساويين. هيا لازم نقتل منهم سريع. اوكي هم ما بقي لهم كثير واحنا ما بقي لنا كثير كمان. العداد حقهم ذا اللي فوق يا شباب لازم نخلصه. اوكي خليني اعالج نفسي افضل.
سلام عليك. هيا 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 انهي. حلو حلو. اوكي اوكي اوكي. قائد جديد قائد جديد قائد جديد. اجل خلينا نقتل الجنود بدون ما في احد. تعال تعال تعال. اوكي اوكي اوكي. هذا قريب يموت. ادي. يا سلام عليك يا سلام. سلم ادبناهم تأديب. اوكي الحمد لله انتصرنا. Victory is ours. The victory is yours. You led us well today. My father taught me all I know about commanding an army. Too bad you took him from me, or I might have learned more. Stop. Don't you dare tell me what to do. I am in command here. You needed my help. By the gods, how are you so arrogant? No wonder my father discarded you. You know nothing about my family. I know he threw you off of a cliff and chose me instead. Oh, now who's being arrogant? You were an afterthought. You were second place. We'll see about that. What do you mean? Now that we've driven the Athenians from the field, it's time I dealt with my true enemy. Stentor, your job is done, mercenary. Now I will kill you for what you stole from me in Megaris. هذا يمزح ذا يبغى يواجهنا. صدقونا شباب لو واجهنا ان شاء الله راح نقدر عليه. اوكي خلينا نقول لا حاجة لأي منا الى الموت. خلينا نقول له كذا ونشوف عاد هو ايش راح يصير. You don't have to do this, Stentor. Oh, but I do. There is nothing you can say to convince me otherwise. This isn't what Nikolaos would have wanted. Oh, you fucking know. Traitor. I am not a traitor. You betrayed Sparta. You betrayed your family. You killed my father and stole my chance at a normal life. You deserve nothing but the cold of my blade buried in your heart. والله شباب هم كانهم بيواجهوا بعض. انا راح يواجهوا بعض بس لكن يعني اظن بالعرض يعني اظن يمكن ما راح العب انا. لا والله بنواجهه. والله بنواجهه يا شباب زي ما انتم شايفين. هات الدرعك هات الدرعك. اخر اخر. اعرف هذه ثلاثة ضربات. اوكي اوكي اوكي. انتبه لازم ننتبه. الله كني شايف مرتزق قريبه شباب. الله يستر ان شاء الله ما يخش معاه. اوكي واخر عنه. يا سلام عليك. دي ضربه. يا سلام. اوكي اوكي ان شاء الله مرتزق هذول ما يخشوا معاه. لحسن راس براس زي ما انتم شايفين يا شباب قادرين عليه الحمد لله. ضربه ابن الذين تسوي دامج مره كبير. معصب مع نفسك. اوكي الحمد لله فلتنا منها. اوكي اوكي تدير من الضربة. يا سلام عليك. اوكي 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 لازم ننتبه. وهذه الثالثة هي الدي. يخرب بيت ابوك والله يا شباب الضربة حقته تسوي دامج مرة كبير. ليه كذا؟ يوه فلتنا منها الحمد لله. يوه باقي الثالثة. واخري عنه. يا لطيفة ضربة تسوي دامج كبير. اوكي 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 يا شباب باقي له بس كم ضربة هو ابن الذين ويموت. لا 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 واخري عنه واخري. اديه. يا سلام عليك. خليني اعالج نفسي. نولع السيف. الحمد لله فلتنا منها. هي 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 كم ضربة بس. يا ابن الذين. يا لطيف. اوكي خلنا نعالج نفسي افضل. تعال 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 تعال. الحمد لله هذا مسوي له دمج كبير. السلام عليك واخري. اوكي اوكي خلنا نعالج نفسي.
يخرب بيت ابو ذا جاء. لا 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 ليش كذا؟ ما بقيله الا كم ضربه بس. الحمد لله. You've proven your point. Now finish this. I welcome death if it means I don't have to see you again. اوكي اوكي اقتليه. يا سلام عليك. تمام اوكي اوكي خلينا ناخذ اللي معاه بس بسرعه اللي يشوف انا ذا. طيب يا شباب والى هنا وصلنا نهايه حلقتنا. الله يعطيكم العافيه يا شباب على المشاهده. اتمنى يا شباب ان حلقه نالت اعجابكم. واذا نالت اعجابكم يا شباب ما تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب تدعم اخوكم. وانا باذن الله يا شباب اشوفكم في الحلقات القادمه. في امان الله يا شباب. I'm out. Peace.